أهلا بكم في ترند. ما زالت البحرين قوية بأهلها وبمجتمعها الواعي، فقد أظهرت بيانات نشرها محرك البحث العالمي جوجل أن مملكة البحرين بمجتمعها الواعي حققت أرقام ونتائج أفضل من نظيراتها بدول المنطقة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا، بالرغم من استمرار حرية التنقل للضرورات المعيشية في مملكة البحرين واستمرار فرض حظر التجول في تلك الدول. أعلنت مبادرة القراء البحرينيين عن إطلاق حملة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام باستخدام وسم القراءة في زمن الكورونا. تأتي هذه الحملة تزامناً مع الأوضاع الراهنة والمسؤولية المجتمعية للبقاء في المنازل بهدف نشر ثقافة القراءة. ودعت المبادرة جميع الأعضاء والمتابعين للمشاركة من خلال وضع صورة الكتاب الورقي أو الإلكتروني أو الصوتي الذي تتم قراءته في حساباتهم على إنستغرام مع استخدام الوسم المخصص للحملة. فكرة عبرت الحدود بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قام عدد من الأطباء حول العالم بوضع صورهم على اليونيفورم الطبي الخاص بهم وهم يبتسمون لمشاهد المرضى الوجه الحقيقي لهم بدلا من الأقنعة الطبية، ليشعروا بالأمان والطمأنينة خلال رحلتهم لمحاربة فيروس كورونا. بينما قرر طاقم طبي آخر أن يستعين بشخصيات من ديزني للقضاء على الخوف لدى المرضى وخصوصا الأطفال المصابين بكورونا. جاءت هذه الفكرة بعد أن كثر سؤال المرضى عن شكل وملامح الأطباء المعالجين لهم ولكن ما يعرفون أشكالهم. طريقة جديدة وغريبة اتبعتها الهند للتوعية بفيروس كورونا، فقد قام المخترع الهندي سوداكار ياداف البالغ من العمر 67 عام بابتكار مركبة صغيرة على شكل فيروس كورونا عملاق تجوب شوارع مدينة حيدر أباد في جنوب الهند بهدف توعية السكان في المدينة بضرورة البقاء في المنازل لكبح تفشي الوباء. وتتنقل سيارة كورونا في شوارع المدينة لتذكير السكان بأخطار وباء كوفيد-19 وتحذيرهم من مخاطر عدم مراعاة التباعد الاجتماعي. وما زلنا في غرائب كورونا، فقد قام بعض أفراد شرطة بوليفيا بارتداء زي يشبه فيروس كورونا من أجل توعية الناس بمخاطر هذا الفيروس المستجد وأيضا لإعلامهم بالقيود المفروضة على التجمعات العامة. وتبحث السلطات البوليفية عن طرق مبتكرة لتثقيف سكانها حول الفيروسات الجديدة ولمطالبة الناس باحترام الإجراءات العامة وتثقيفهم حول كيفية الحد من انتشار كوفيد-19. على الرغم من إغلاق أغلب الحدائق العامة وأحواض الأسماك في العالم بسبب كورونا، لكن حوض جورجيا إكويريوم في أمريكا سمح بدخول الزوار ولكن من نوع آخر في هذه الظروف لأنهم لا يشكلون أي خطر. نتابع. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.